قرب يأذن هذا العصر وشاي توي يخلص. شو أسوي على ما غسلت المواعين؟ يال مون حبيبتي أعطت الشهادة؟ لا يبا باكر. وانتو ايش صار على شهاداتكم؟ فيكم ساكتين ما تردون؟ اي يبا عطونا شهايد اليوم. هي ليش ما يبتوهم؟ قوموا يما يبوهم ان شاء الله. وانت ايش حقه ما تقوم تجيب شهادتك؟ لا يبا احنا قالوا لي على الاسبوع الجاي بيعطوني اياها. ايش هالمسخره؟ شنو الاسبوع الجاي؟ بعد قالوا لي الاسبوع الجاي. تفضل يبا. ايه عافيه على ولدي. عافيه امتياز كالعاده. شاطر يبا شاطر. عافيه عليك يبا عافيه عليك. شاطر حبيبي. معدلك العام نازل درجتين ليش؟ يبا والله اسف، مره ثانيه راح يبي بداري ترفع راسك. والله اسف. عقابا لك ماكو ايباد اسبوع، تسمع؟ يبا تكفى اسف والله. بس خلاص يلا روح اقعد هناك. ادريه يبي لي جنطه ماجد. يبا والله ما اعطوني اياها، ليش ما راضي تصدق لي؟ للحين ما اعطوني اياها. خلاص قال لك الاسبوع الجاي. قلت لك قوم ايبه جنطه ماجد. ان شاء الله. عمون الله الله بالشهاده باشر، مو تكون ناقصه درجات. لا يبا ولا يهمك، كل علاماتي امتياز. عافيه على الشاطره. وانت الدرجتين هذا اللي نقصتهم تردهم مره ثانيه. الشهر الجاي ما بشوف شهادتك كذي، تسمع؟ والايباد اسبوع ماكو. تحلف تقول ما اعطوني الشهادة لان تجيب المرض مثل وجهك. تكفى تكفى سامحه اخر مره. اسامحه على شنو؟ على سواد وجهه؟ على الشهادة اللي مثل الاوادم؟ عشان خاطري عشان خاطري اخر مره ما يعيد. اي عشان خاطرك؟ هذا ما يتسنى. انت يا الثور قل لي ما تنتبه على المدرس؟ يبا والله انتبه معاه. وين منتبه معاه؟ لو منتبه معاه كان يجيب درجات مثل الاوادم، هذه درجات تجيبها؟ قل لي هذه درجات؟ اسف اسف والله يبا ما راح اعيد، هذه اخر مره. كم مره قلت لي اسف؟ الشهر اللي طاف قلت لي اسف بعدل درجاتي، واللي قبله قلت لي اسف بعدل درجاتي، هذه درجات تجيبها؟ يبا تدري شلون؟ انا هذا حد مخي، هذا اللي قادر استوعبه، تبي تبي ولا ما تبي كيفك عاد. يا جماعة بعد مد لسانك علي، مد لسانك علي يا جماعة، كل الحياة. سامي وخري انتي، وخري عني. سامي تعال انا اوريك شلون، تعال تنعاش. وين بتروح يعني؟ وين بتروح؟ خلاص الولد كبر ما يصير تمد ايدك عليه. هذا كبر؟ كبر ودبر هذا. سمعيني ما يطلع من البيت وتاخذي موبايله ما تعطينا اياه لا تسنى، تسمعين ولا؟ بس هم ما يصير الطق، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه، الولد كذي تهينه قدام اخوانه. انتوا ايش حقه واقفين؟ يلا كل واحد غرفته يلا يلا. وانت وخر عن وجهي. خير ماجد ايش فيك؟ تكفى دور على ماجد ما ادري وين راح. ليش صاير بعد؟ مزفت بالشهاده وابو طقه وطلع ما ادري وين راح. روحي 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 ارتاحي، الحين انا امر ناصر ونروح ندوره، تلقينا عند ربع بالفريج اللي ورانا ولا بالجمعيه. تكفى اذا لقيته طمني. حاضر. مشكور ما تقصر. طول عمرك ان شاء الله يبا نروح. كلمت عمامه يدورون عليه. ارتحت الحين؟ ارتحت يوم كل الناس عرفوا مشاكل ولدك وبلاويه؟ لا ما ارتحت، وما راح ارتاح لان اشوف ماجد نايم مع اخوانه. انا كم مره قايل لك اخواني ما بيهم يدخلون مشاكلنا، بس ماكو فايده عمك اصمخ. لان اخوانك احن منك على ماجد، عاد سوا ماجد؟ عشان زفت بالشهاده ترى انت وايد قاسي عليه. هذا الخراب، كل شيء ولدك يسويه عندك هين، خليه باكر لا شهاده ولا علم. وش بتفيد الشهاده؟ اذا باكر تخرج وهو يكره ابوه ولا يطيق يقعد معاه. لا تعبني راسي. أنا بروح أنام ولقعدت العصر أتفاهم مع ماجد.
حسنين، كم كرتون عندي هنا؟ هنا عندنا 120 كرتون سعادة الباشا. 120 كرتون. وبالمخزن كم كرتون عندي؟ لا بالمخزن لا والله ما اعرفش. شلون ما اعرف؟ حسنين روح شيك لي بالمخزن كم؟ ابي اعرف الكمية. الحين اشوف لك كم كرتون واجي بسرعة. يلا. زرا زرا ماجد واجد زالة. ليش هو وينه في؟ حجي صالة. عند الحجي صالة؟ ايه. متأكد؟ ايه. خلاص. كمل الشغل على ما يجي حسنين ها؟ ماشي. بس يا ولادي بس يا ماجد قطعت قلبي من صوتك قاعد تبكي. ابي انا قلت لك بعد ما راح ارجع بيتنا ماني راجع. لا حول ولا قوة الا بالله. ابوك قلبه عليك يبي مصلحتك يا ماجد. الله قلبه علي ويبي مصلحتي فيقوم يطقني قدام كل الاخوان، انت يرضيك هالحكي عمي؟ انا ما يرضيني بس يظل ابوك. السلام عليكم. السلام. مجود؟ ايش فيك؟ ايش مسوي؟ يقول ابوه مدد عليه علشان علاماته مو زينه بالمدرسه. هم يدرون انك بالجمعيه؟ لا ما يدرون، ومسكر تليفوني ولا راح اقول حق احد اني بالجمعيه. تلاقي امك وابوك الحين متشاغبين عليك، قاعد يدورونك بكل مكان. صح كلامك، امي الحين قاعد تحاتيني، بس ابوي الحين تلاقي نايم ولا قاعد يفكر فيني اصلا. الو. هلا وليد. اي انا بالجمعية. اي كاهو قاعد قدامي. ان شاء الله. خلاص لا تحاتي انا راح ارد البيت. طمن ام ماجد. يلا سلام، مع السلامة، باي. شفت؟ عمك وليد وعمك ناصر قاعد يدورونك بالفريج بهالقايلة. عمي تكفى، قلت لك ما بيرجع البيت، لا تخصبني على شيء ما ابي. امشي على الاقل اقعد بغرفتي، المهم ترجع البيت. يلا خلصني وراي شغل ايش كثر ما خلصته بالجمعية. يلا قدامي انطرني بالسيارة. يعطيك العافية حجي صالح، تعبناك ويهنا. هو كلمة عيالنا انتوا عيالنا وماجد خليه بعيوني. تسلم عيونك. يلا خليك انا. الا ماجد شلونه؟ عساهدة؟ الحمد لله. اقول لكم شيء، حاطة ايدي على قلبي على هالولد، خايفة عليه. ترى هذا السن سن المراهقة أملق سن، أصلاً أمي تسميه سن السرلنكي. ليش؟ لأن الواحد بالعمر يصير مثل السلانية بس يرادد على الفاضي. تعالوا صج، ما قلت لكم. تدرون أن سبيتشا قايلة عني أن أنا نفرة؟ من صجج؟ إيه، سعاد سامعتها تقول حق أمها أن شيماء نفرة. وأنتوا من متى كلمتي سعاد؟ من كم يوم كذي؟ هالسعاد هذه غريبة. مو كأنها عايشة معنا بنفس البيت. انت ما تشوفين خالتي تقول عنها المعلقة 24 ساعة بغرفتها. أهم شيء إنها كافة خيرها شرها. والله كل ما سلم عليها ترد بالقطارة، كأنها ما تبي تحكي مع أحد. هي مفيسة. وعلى شنو؟ قطيعة. هي اللي خسرانة، خسرانة هاليوم اللي احنا فيها. بتريا بقول لك شيء. ترى الكيكة اليوم كلش مو شيء تشبي. إي والله صادجة. قاعدة أجاملك وأنا آكلها. أدري أدري، أنا على اللي شفته اليوم زين طلعت الكيكة من الفرن. يلا يما يلا ترى والله يعنى. أحلف وأنت شايفني قاعد ألعب مو قاعد أسوي لك بلعة؟ عاد أنت شي ترس بطنك أنت وأخوك، شي يشبعكم؟ يا رب ايش الحالة هذه وقتها تمرض؟ يعني انا اكرف الصبح بالمدرسة وارجع بالليل هم اسوي اكل واطبخ واكرف؟ الداد الداد حق الامهات اللي كل شيء على روسهم. انت الله يهداك فيك بصرخ شايل. يلا يبا ما خلص عشاش ترى ما يجوع. شوف حبيبي انا اذا مسوي عشاء قاعد اسوي حق عيالي. انت تبي تبلع؟ اطلب. افا كل هذا زعلانة وشايلة علي عشان قلت لك تروح المقفر تشتكين عليها؟ اكيد يا حبيبي. ولا تبي وحده تهيني وتغلط علي تبيني اسكت لها كذي ما اسوي لها ولا شيء؟ مو انت اذا رحت المغفر بضحكون عليك بيقولون شو الخبره اللي جايه تشتكي على وحده قالت لها لسانش طويل. ما يخالف انا راضيه، انا بروح اشتكي، ابيها تلزم حدودها وتحترم نفسها، مو هالاشكال تغلط علي. بس شو اقول؟ عندي ريل يا خلاف لا راضي يوقف معاي ولا راضي يروح المغفر. انزين ايش رايك؟ أنا أقول من الصبح روح اشتكي عليها عند الناظرة. ما أبي منك شيء، خلاص مو لازم توديني، عندي 5 إخوان الله يحفظهم، الحين أدق على واحد فيهم كافي. مو إخوانك قالوا لي ترى ابتلشنا مرتك، روح حل مشاكلك معاها. حشا،
كذاب، اخواني ما يقولون كذي؟ قالوا اكثر من كذي، قالوا ترى ابتلشنا، ابتلشنا فيك وبعيالك ومرتك، اي والله هم احنا عندنا عيال وحريم، اي والله بس عاد فكيهم، عتقيهم واحميهم. مو مشكله، بعد شنو اوديها عند الناظره؟ وشرشحها واطلع الاكول ماكولا واشهد المدرسات كلهم عليها، وفوق هذا كله ماني مسويت لك هالشيء. احسن، اساسا انا تعشيت، انا بنام خفيف. رجان لا احد فيكم يتدخل طريقه تربيه لولدي. ماجد ايش فيك الله يهداك، هد اعصابك شوي، ايش فيك فزت كذي؟ وماجد استريح بس استريح استريح، ما صار الا الخير. سامي تذكر لي غلطنا ولا مدرس اشتكى علينا ابوي ايش يسوي فينا؟ قال يلسبنا بالخيازرين، لكن تاليها صرنا ريايل ونتحمل مسؤوليه. ابو ماجد اسمح لي اقول لك غلط، اللي كان يسويه ابوي الله يرحمه غلط. انت انشعم، ما بقى الا انت يا البزر تعلمني شلون اربي ولدي. ها لا يبا، انا عن نفسي كنت حقد، كنت اعصب اتضايق، ابوي لما مد ايده علي اتضايق حدي. ناصر قصده ان زماننا غير وزمان عيالنا غير، يعني احنا لازم نراعي هالشيء يا ابو ماجد. إيه؟ انت لو صار عندك عيال ربهم بالطريقه اللي تبيها، لا تتدخل بطريقه تربيتي. سامي فيك كنك يعني قمت تقط خيط وخيط. فهد ترى سامي ما يقصد، وهو يدري انك تخاف على ولده وعلى مصلحته. انا مو قصدي عايرك ليش ما عندك عيال، بس انا ما ابي احد يتدخل بطريقه تربيتي لولدي، رجاء لا احد يتدخل خلاص. يا يمه هذا رقم الدكتوره الكل يمدحها، دقي عليها يا يمه واخذي لك موعد، جود الله وحكمته تحملين على ايدها يا امي. ساره حبيبتي سامحيني اذا تدخلت بحياتك، والله ان معزتك من معزه فهد ولدي. يتدخلون الناس بحياتنا لاسباب كثيره، مرات تكون باسم الحب والمعزه. طلع من البيت ماكو، زعلان متضايق ابيك تنثبر هني وتجاب الكتبك، وبعدين بجيب لك مدرسين خصوصيين، واحد حق الكيمياء واحد حق الفيزياء، وبشوف الشهاده الجايه ايش تبي تسوي. يبا انا مو محتاج حق المدرسين الخصوصيين. بس انت شرفك حق مصلحه نفسك، انا ابوك وخاف عليك واعرف مصلحتك اكثر منك، باكر لك كبرت تعرف ليش قاعد اسوي كذي. ومرات يتدخلون الناس في حياتنا باسم الخوف على مصلحتنا. بين الجولة الخامسة وحتى الجولة العاشرة بعد أربع جولات لم يتزوق فيها الفريق، يعني أي خسارة. تعال، ما قلت ليش بتسوي باكر؟ إيش بسوي بعد؟ قاعدة بالبيت. أنت مو قلت لي بتروح تدور على وظيفة؟ دزيت السي في إيميل حق أربع شركات بس ما حد رد علي، أنطر. وين ناصر؟ تحرك سو شيء، ترى الوظيفة ما راح تيلي عندك وانت نايم في البيت. إن شاء الله. زين اسمعني، أنا كلمت رئيس سهام أختي علشان موضوع الوظيفة، وقال لي بيكلم واحد من ربعة هالكبارية كذي عشان يتوسطوا لك، بس ها تمر باكر الديوانية. شكو تكلمينه؟ أنا شكيت لك الحال؟ بدون ما تشكيلي الحال، يعني انا اعرف حالتك. شيماء رجان ري اختك بالذات ما بيتوسط لي. اي ليش؟ باكر يتمنن علي ويقول انا وظفته؟ ناصر ايش دعوه، ترى الناس للناس، بعدين انا بعرف انت ليش وايد حساس من ناحيه اهلي. انا حساس؟ انا مو حساس، بس انت عارفه علاقتي معاه شلون صايره، تيين تخليني يتوسط لي؟ انا ما ارضى حق نفسي، انت ترضين ها؟ شلون؟ تقعد تالف وكيفه وتشتغل وتكلم ناس. يا
انت ايش فيك ايش فيك؟ هذه فرصه لا تكابر، باكر تروح حق عبد الله وتخليه يساعدك. ماني رايح، والرجاء موضوع الوظيفه لا تتدخلين فيه. لا والله، يعني عاجبك كذي قعدتك في البيت؟ يا جاب لي التلفزيون بالديوانيه يا نايم. والله لهالدرجه انا طايح من عينك بصراحه؟ اي عيل ليش قاعده بهالبيت اذا انت مو محترمه صاحبه؟ ومرات نتدخل في حياة الناس اللي نحبهم وإحنا قصدنا نساعدهم، بس للأسف نخسرهم. شيماء، وي ايش فيك يمه؟ وين رايحه؟ ايش فيك ساكته يمه؟ زعلانه مع ناصر؟ حتى لو زعلانه يا يمه ما تطلعين برا البيت، تقضبين ارضك. خالتي الله يخليك ما بيتكلم مع احد، خليني اروح بيت اهلي واهدى وتالي يصير خير. لا يا حبيبتي، احنا بيت حموله، ما نخلي جناينا يطلعون وهم زعلانين. تسألي ولدك ولد الحمولة اللي طردني من البيت بهالليل. أختي هذا صوت تسويها يا ناصر؟ تطرد مرتك نص الليل؟ والله أسرع ما انتشر الخبر. أنا شايفة مرتك طالعة ودمعتها على خدها، ما تصحي على وجهك أنت؟ ما تعرف العيب؟ إيش تبي الناس يقولون؟ مطلع مرتك نص الليل كذي قدام الناس؟ اهلها اللي يدروا وش بيقولون؟ ما حد رباكم؟ يما لحظه لحظه، ايش فيك اخذتيني بشراع ميداب؟ خل افهمك. ايش تبي تفهم؟ ايش تبي تقول؟ اللي سويته عيب وغلط. ومو عيب انها تغلط على رجلها ولا تحترمه ولا تحشمه. تعال انتبه اشوف. تعال قول لي شنو الموضوع؟ دانا. اوه جراح، شو الصدفة؟ الصراحة مو صدفة، شفتك بالدوار رايحة طريق الجمعية، قلت الحقك يمكن محتاجة شيء. ايه لا انا مو داش الجمعية، رايحة الصالون. اوكي خليك على راحتك. اوكي سلم لي على خالتي امينة. يوصل، عاد مشتاقت لك من زمان مو شايفتك. خلاص ان شاء الله الاسبوع الجاي ازورها. ان شاء الله. يلا باي. باي. دانا. هلا. عافية لا تقصين شعرك، الطويل وايد حلو عليك. واللي يروحوا للصالون بس يقصون شعرهم ما يسوون شيء ثاني؟ ما ادري انا ايش دراني، على بالي بتسوين نفس بنات الجامعة ستايلات وشي حركات. لا ماني قاصة شعري. اي اوامر ثانية؟ سلامتك. اوكي باي. باي. I like it. وليد شو رايك فيه؟ عجبني. سعاد احنا جايين قلنا بنقعد بالكافيه مو نتسوق. وانا قلت لك عجبني وانت راح تاخذه لي. يا بنت الحلال انت شايفه سعره؟ اي شفت وبتاخذه لي. لا تنح كذي، راح تاخذه لي. لازم تكون عندك الشجاعة انك تصرحها بمشاعرك. مليت وانا لمح لها، كل تصرفاتي تدل اني انا احبها، يعني شو اسوي؟ حتى الخبل يفهم. مش كفاية، مش كفاية جراح، لازم تكلمها. فشلة يا حسنين فشلة. احنا ايران من زمان واهلها يعرفون اهلي، وانا داش وطالع من بيتهم عشان اساعد امها وابوها ليشنهم كبار بالعمر. فشلة فشلة ما اقدر. والله انا نصحتك وانت حر، بكره بنتي تخطب وتتحصل عليه. لا 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 الله لا يقوله،
البنت توها صغيرة سنة ثانية جامعة. أي صغيرة، إحنا بالبلد عندنا البنت 14 سنة بتتجوز، وهذه بسنة ثانية جامعة. والله خوفتني، بروح أكلمها قبل لا تطير من إيدي. وده عين العقل يا جراح. شيماء، خليني أقول لك حاجتين قبل أتي أمك. صدقينا ناصر غلطان، حتى أنت ما تحشمينه. شيوم تدرين ريلك يمر بظروف عشان الوظيفة. ومنو حطه بهالظروف؟ مو هو؟ هو اللي مراضي يستقر على وظيفة، قاعد يتنطط لي من وظيفة لوظيفة، وكل شوي مقدم استقالته. ما يخالف يا يما، خيرته بيركض وبيستقر، بس انت صبري. يعني خالتي ايش فيها ذري اختي توسط له؟ ليش يسويها مشكلة؟ يعني الحين انا جاية ومتعنية، تبي ترديني؟ بعد عمري خالتي، والله ييتك عزيزة وغالية وعلى راسي من فوق، بس ناصر اهاني طردني. يعني المفروض هو اللي ياخذ بخاطري مو انت. شيوم، انت اكثر وحده تدرين بطبع ريلك انه متسرع، هو يحبك بس يكابر. يعني المفروض ان انا كل مره اتنازل وارجع البيت؟ اي عادي، ما فيها شيء، مره مرتين ثلاث عشر عادي ريلك. يا بعد قلبي يا بدري، الله يزينك بعقلك. هاي يا امي يا شيماء، يعني الحين شلون بالله انوتي كذي بتروح؟ قومي عاد، قومي لمي اقراضك ويلا، ما اطلع من هني الا ريلي على ريلك. ارتحت الحين؟ بارد قلبك لما اخذت الجوت اللي تبينه؟ ايش فيك معصب علي كذي؟ كل هذا علشان دفعت لي؟ شوفي عاد، انا ماني بخيل، لكن مو معقوله اقط اللي بقى من معاشي اخر الشهر على جوتي. انت ما سمعت اللي تبيع لما قالت هذه اخر قطعه؟ واذا اخر قطعه؟ صار انقلبت الدنيا، اخر قطعه حق الناس اللي عندهم، مو الناس اللي عايشين على معاشهم. تصدق عاد، انت مو عايش بالديره، انت ما شفت الناس شلون يقفون طوابير على محلات الماركات تقول طابور خبز؟ ولا اللي تحط اسمها ويتنج ليست علشان جنطه قيمتها اعلى من راتبك؟ سعاد، انت ايش تبي توصلي له بالضبط؟ ولا شيء، انا من حقي البس وكشخ، وما ابي احد يكون احسن مني، ولا راح ارضى اني اكون اقل من احد. وانا من وين اجيب؟ ابوك؟ تصرف، اطلب من خالتي. وبعدين تعال، نصيبك من ورث ابوك، ليش عند سامي؟ استغفر الله، استغفر الله. سعاد، سامي اخوي العود وماسك فلوسنا وحلالنا وقاعد يشقلهم لنا بالسوق، وبين فتره وفتره يعطينا ارباح. ها انت قلت بين فتره وفتره، وانت ايش دراك انه ما قاعد ياخذ اكثر منك؟ قاعد تشوف الكشوفات والحسابات بعيونك. انا ما ادري انت ليه متى ساكت على حقك. جراح، هلا دانا. ايش عندك قاعد للحين؟ كنت داخل الجمعية، اول ما خلصت قلت انطرك هني، لان بصراحه ابي اكلمك بموضوع. خير؟ ادري اني لازقة، وادري اني حنة، وادري ان بكل مكان اطلع لك كني اني بس هالشيء لان بصراحه. جراح، ايش فيك تحكي؟ شنو انتي رايحة عرس؟ ايه. مع من بترجعين؟ ما اعرف اشتي. يا دانا معقولة؟ اكيد بتردون عقب الساعة 12، تردون بروحكم. ايه مو شو اسوي؟ ما نقدر نعتذر، عرس واحدة معنا بالجامعة وعزيزة علينا حين.
أنا ما قلت لك اعتذري، بس قولي العرس بأي فندق. ليش؟ قبل لا تخلصين عرس تتصلين علي عشان أسايركم بالدرب، أخاف يطلعوا لكم مساطيل تالي الليل. ما قلتي لي وين العرس؟ تدري كم نسخة بايعين من الكتاب؟ كم؟ 520 نسخة. ما شاء الله. أنت كذي كل ما تسوي حفل توقيع الكتب تطير بلحظة. مستانسة إن الكتب انباعت؟ أوف حدي مستانسة. إيه بعد روحي أنت. بس في شغلة تضايق. شنو؟ أحس إن دور النشر ما تهتم بكتابي وايد، ليش؟ لأن في 100 كتاب غير كتابي. زين والحل؟ الحل ودي أسس دار نشر صغيرة. أهم شيء تسوي دار النشر هذه تسوق كتبي. والله خوش فكرة. بس أحس إن الموضوع مكلف وايد. لا تحاتي، تدبر إن شاء الله. إن شاء الله. 520 نسخة. بس قولي ما شاء الله. ما شاء الله. هاكم. لا يما واللي سلمك واللي سلمك انا ما سولفت لك السالفه عشان تعطيني فلوس. وليد حبيبي مو انت تقول ان راتبك خلص وما عندك فلوس تكفيك لاخر الشهر؟ اخذ يا يما اخذ. اي عدل عدل كلام شمه علشان جوتي سعاد وانت بكرامه. ما يخالف يا يما، مو هو بخاطرها خلص. بس يما انا مفتشل منك، عقب هالعمر هذا المفروض اني انا اللي اصرف عليك مو انت. يا حبيبي انا ايش بسوي بالفلوس؟ بس اروح اسافر فيهم ولا بشتري فيهم ذهب والماس؟ اسعد سالمه الله لا يحرمنا منك. وليد الله عليك ما بتصير مشاكل بينك وبين مرتك وسبة الفلوس، الفلوس مقدور عليها حبيبي. إن شاء الله يمه تامرين أمي. تبين شيء مني؟ سلامة عمرك يمه. الله يسلمك. آسف ما كان قصدي إن تطلعي من البيت. كلامك كان واضح ما يبي له تفسير ثاني. عموما أنا دست على كرامتي ورجعت مو عشان شيء، عشان عنوة خالتي لي. على الأقل أحسن من غيرها اللي ما فكروا حتى يتعنوا لي. وأنتي بعد غلطتي بحقي، ما تبيني أعصب ولا أحتر؟ لا ما يخالف تعصب إيه تحتر إيه، بس تطردني من البيت هذا اللي ما هقيتها منك. أنا آسف وحقك علي. تبين أعتذر أكثر؟ حاضر من عيوني. آسف 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 آسف. زوالي هال بشوفهم والهان عليهم. وأنا والهان على أم اليهال. اليهال كلهم مشتاقين لك. على فكرة ترى حياتنا من غيرك يعني سلطة ما تسوى. تبينهم؟ الله الله يمه كل هذا يصير بالبيت وما تعلميني؟ يومين يومين اقطع عنك، ما تتصلين فيني، ما تقولي لي ايش يصير بالبيت. يا سبيكه انا اصلا ما بقيت اتحكى يا يمه، وانت جيتي وما لقيتيني، وين وين انا على ما اطلع من البيت؟ اي والله يمه انا تعجبت، جيت ما لقيتك استغربت. بس ميري علمتني طراطيش السالفة. ما هقيتك والله ما هقيتك يما تغبين عني. يا يما يا حبيبتي أشوى أن خلص الموضوع وردت المرأة حق بيتها وريلها وعيالها، بس أخوك عاد يصير آدمي وما يغلط على المرأة ولا يطردها. لا 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 عادي يبا أخوي ما يلام فيها صراحة. إي والله لا تطالعيني، واحدة منسونة لسانها طويل أكيد قطت عليه حج وعودة ما استحمل وطردها. سبتشو نخلص عاد من السالفة، لا تقعدين انت. المرة خلصت ردت بيتها وحق ريلة وعيالها، ايش تبين انت تحنين؟ المهم انت شلونك مع ريلتش؟ انا حاقرته وبكيفي وبمزاجي ما ابي اكلمه. ترى انت الخسرانة. وي المنة عليه حبيبتي، انا عارفه ايش قاعده اسوي. لا تحاتي. لا والله صدق يا ريت تعرفين ايش قاعد تسوين. خوانا خبرتك عدل، انت ثوله مدمقه
مينونة ولسانش طويل وكورتش مخلبص وكل زعلة وزعلة تطقينها وتيني هني تركضين مالت عليك. عنك عنك يمه. اي هاك يمه هاك هاك حبيبي ماني قادره تعبت. وانا على بالي نايمه اثاريت سهرانه وتخيطين بعد. اي يمه ابي اخيط زرار دشداشتك من قطع. هاك يمه تفضلي بس ما ربطت الخيط. اي اخ ما يخالف انا اسوي. يمه اليوم ما سالتي عني شنو ما ولهتي علي؟ بلا والله يا يمه ولهت عليك بس ادري ان انت بالجامعه يا يمه وادري انك انت تعابل بهالماجستير وان شاء الله تتخرج وانت ترتاح وانا ارتاح معك. شنو انا ياهل ليش شايل همي؟ شو ما اشيل همك يا يمه دراستك صعبه ان شاء الله يا ربي ترتاح. لا تحاتين ان شاء الله هذه اخر سنه ولا بعد في دراسه ولا هم يحزنون. الله يسمع منك. يمه ما ودك بعد تطمنين علي وتزوجيني بنت الحلال مثل باقي اخواني؟ توك قاعد تحكي عن الدراسه، شو اللي طمرك على موضوع الزواج؟ يمه انا ولدت الجعده، يعني المفروض تدلليني، تدلعيني، يعني انا قلت بس بقول موضوع الزواج تقولي لي انت اشر وانا اخطب لك اللي ببالك. انا اقول لك انت تخرج وتوظف ويصير خير. هلف الدوران مو علي انا، الظاهر انت اكو وحده براسك. انا؟ لا حشا ماكو احد. أقول ترى أنا اسمي أمينة ما اسمي كماري تخرج بالأول ويصير خير. يعني انطر يا لينيك الربيع. هذا أنت قلتها انطر يا لينيك الربيع. إيه كفو المرقة خاثرة تهبل أحشوف دير بالك أبي العيش نثري ماما زين والعيش الطماط ابي شويه لين اليريش عينك لا تقفل عن اليريش لا تصير شوربه زين ميري ماما ابي كل شيء جاهز العيال يقومون من السفره يلقون الحلو جاهز فهمتي ان شاء الله ماما روحي صلي انا موجود انا بروح ابدل هدومي واتسبح وانطرهم زين ان شاء الله يلا ماما يلا هلا بحبايبي هلا امي هلا حبيبي هلا امي ايش فيكم تاخرتوا يا يمه حبايبي اعمامكم سبقوكم المسجد نواف اللي اخرنا ارشكوت صار ساعه تسب خلاص حبيبي لا تناجرون لا تناجرون يلا يلا روح عشان تلحقون يلا زين ما تكفين الغدا مو يتاخر ان شاء الله حبيبي انت الله يحفظكم يا ربي يمه يزينكم اشوفكم كذي معاريس يمه يزينكم سلام عليكم السلام شو مسوية اليوم؟ أخي ريحه المحاشي وطبيعية نرتاح شوي نخلصون زين انت حتى يوم الجمعة تطبخين ما ترتاحين؟ ما بقى شيء ما بقى شيء شوي سويت الحلو؟ سويت الحلو حبيبتي لا تحاتين سويت نوعين واحد على كاكاو واحد على مانجا وقصصت المانجا الفريش حطيتها بالثلاجة قلت يبرد لي حزة الغداء عاد الأهل يحبون الحلو المانجا عليكم هلا 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 شلونك؟ الحمد لله انت شلونك الحمد لله بخير عاد عمري هلا 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 تو ما نور البيت حياتي منور بوجودكم انتوا ليش للحين ما نزلتوا قاعد تحشون فيني لا حبيبتي لا نحش فيك ولا شيء اصلا انا ميته من الشوق والوله انت تعالي ايش هالسالفه البايخه اللي سمعتها عنك راح اقول لكم السالفه كلها بس ليتي يمعنا بعد تدرون انتوا خواتي ما خشانكم شيء اهم شيء رديتي بيتك ودارك الحمد لله ليش مسوية؟ شكله خوش طبق هذا طال عمرك مسوية باستا تدرين الياهل مو كلهم ياكلون عيش زين تسوين يا حبيبتي تدرين بعد انا ما احب انزل يدي فاضية مثل بعض الناس هم منو تقصدين؟ منو بعد غيرها سعاد امانة عمركم شفتوها نازلة وبيدها شيء اتي ايد قدام وايد ورا بس شاطرة تتحلطم هاي مو عاجبني هذا مو عاجبني مو ضروري وتنزل بيدها شيء الخير وايد وعمتي ما تقصر تلقينها مسوية اربع خمسة اطباق الا تعالي انت بتخلصين بس باقي شوي اقول انتوا سبقوني وطرشوا لي الخدم يلا يا مشي يلا ايه
هلا 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 حبيبتي خالتي. هلا يمه. هلا شيماء. هلا حبيبتي. هلا امي. شلونك خالتي؟ هلا سارونه. سارونه حبيبتي امي. نعم. عافيه يمه. شنو هذه الكلمه؟ نظارتي قامت تخوره مع عيوني، والله اني بنشرت عندها الكلمه، ماني قادره اثبت. نظارتي الثانيه ما ادري وين راحت. نظارتك ما فيها الا العافيه يا خالتي، بس المصحف صغير شوي. إلهكم إله واحد. إيه بسم الله. إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ديدة 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 ديدة. سلام يما. شلون تقبل الله؟ يلا يلا يما يما يما. السلام عليكم. هلا حبيبتي. ها بنياك صليتوا انت؟ حبايبي حبايبي. تقبل الله تقبل الله. هلا 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 يا امي. هلا هلا حبيبي. هلا يما. هلا هلا حبيبي. يلا تعال 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 اسكت جديد. تعال. هلا حبيبي. عم ندقوس وليد. أما اليوريش عجيب ناطر. ريش عافية يا يما. مرتك وينه؟ إن شاء الله. الحين إن شاء الله الحين نازلة. بنخلص غدانا ولا الحين ما نزلت؟ إيش دعوة خب مو عرس زوارة. المحاشي أنا مسويتها بكتوها. إي والله ترى عجيبة عجيبة. والنودلز. لا تفوتكم. إي أكيد بتمدحينها بنت خوتش. حبيبتي أنت عاد. والله كلكم مثل سبوشة بنتي حبيبتي. حتى أحمد. عنده واحد من عيالي. يا بعد عمري. تسلم ايدك عمتي خوش مكبوس. السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام. وينك تاخرتي؟ شو اسوي خالتي؟ انا ما خلص قرايه كتاب كان بيدي. عشان نتكلم كتاب عزيز؟ الكتاب يتكلم عن افضل الطرق اللي تقدر من خلالها تحقق اهدافك الشخصيه في الحياه. الاهداف الشخصيه. والله حقيت الشقرين كتاب طابخ تود تسوي شيء حق اخوي. لا حبيبتي كتب الطبخ ما تستهويني، انا واحده احب اطور من نفسي وذاتي. عاد عندي لك خوش كتاب اسمه الناس النفسيه وقيمتهم الحقيقيه. سبجا كملي اكلك. سعاد شو هالاكل اللي بتاكلينه من القوطي؟ كل هالخير وكل هالنعمه تاكلين اكل قواطي؟ خالتي هذا اكل دايت. شنو يعني؟ مسوي رجيم، اكل رجيم. ايه يا يما ماني شايفه فيك متين عشان تسوي الرجيم. ادري خالتي بس انا خاطري اكون سكيني. شنو يعني سكيني؟ يما سكيني يعني قصدها تكون ضعيفه. الله يهداك يعني الوالده ما تعرف انجليزي، كلميها عربي. انتوا تدرون انا طول عمري وانا صغيره ما ادرس الا مدارس اجنبيه وخاصه. سيريسلي او ماي جاد. اقول فهد جراح تسمعني؟ هلا يما. امي انت وفهد هذه وصيتي، باكر ان شاء الله اذا الله رزقكم البنات تسمونهم امينه. يما الله يهداك بالبيت في اربع امينات، تبين نزيدهم بعد؟ اي تزيدهم وقسم عليك بعد. ولا اقول لك ماكو زواج يلا. انا عن نفسي راح اسمي امينه. يا حليلك يا فهد، خلت حمل مرتك بالاول تالي سمي امينه. ايش فيكم؟ قاعد خشمر؟ سامي يمه سلم عمرك، شوفونا طاوله احسن من هالطاوله اكبر منها. فاحنا في المالنا ونكبر. ما قاعد تكفينا ان شاء الله لا اله الا الله، كل مالكم تزيدون يعني. جراح بدل لا يقعد معنا شوف وين قاعد هناك. يما صدقيني افتريت السوق كله، ماكو اكبر من هالطاوله. سامي ايش فيك الله يهداك؟ ترى ما فيها شيء اذا اخذنا طاوله كبيره. احنا ما شاء الله علينا كل سنه نزيد واحد.
إلا فهد وسارة، يا حليلهم أخفاف على القلب كل سنة مثل ما هو. سبيكة يما شفيج قاعد غش مار. ليش صعد قبل لا تشرب الشاي حبيبي؟ ما ابي شاي. انزين انا مسويه حلو حتى ما ضقته. ما ابي حلو. وما ابي تتصرفين كأن اللي صار تحت شيء عادي ومو هامك. ليش تحسسيني بهالشيء؟ فهد كلنا ندري ان سبيكه عقلها على قدها، دائما تقط حكي ما تتمنه. شو اللي تغير الحين؟ اللي تغير وايد اشياء. اللي تغير ان انا مليت وانا اسمع النغزات من امي ومن اخواني ومن الكل، ما ظل احد بهالبيت ما قط علينا كلمه. هذا الله يهداك، احنا ما سوينا شيء غلط. طول عمرك تقول لي لا تشغلين بالك وان شاء الله بيرزقنا. ايش فيك الحين؟ خمس سنين صار لنا، خمس سنين وما في اي نتيجه. وفي ناس انطروا اكثر من 10 سنين، يلا ياهم الظنه. ساره ساره لازم تشوفين دكتور ثاني، لان العلاج اللي قاعد تاخذينه انا مو مقتنع فيه اصلا. يعني انت تفهم اكثر من الدكاتره؟ قلت لك تشوفين دكتور ثاني، والعلاج اللي قاعد تاخذينه توقفينه وتشوفين لك استشاريين جدد. خلاص فهد لا تصرخ علي كأني مسويه جريمه. تبيني اشوف دكتور ثاني اشوف دكتور ثاني، بس ما لها داعي العصبيه، تكفى. شنو؟ صدق والله؟ اي وتقول شقتها مو غرفة العاب. سمعتي؟ شفتي جنتك يما؟ هيا ما علمت وليد؟ انثبري بمكانك، انثبري بمكانك، هتسوي لنا مشاكل بين وليد وسعاد؟ فكينا عاد، تونا خالصين من مشكلة ناصر والشيماء، يعني شلون انتي؟ تبي تشبين البيت ضو؟ يما عاد تدرين صدق؟ اي وليد أكبر غلطة سواها بحياته تزوج هالنفسية هذه. النفسية هذه مرت أخوك وأم عياله. رضيتي ولا رضيتي؟ أبلة سبيكة تبين أعيد لك الدرس ولا فهمتي؟ لا عيد الدرس حبيبتي، عيدي على كيفك، بس خليه وليد ويسمع مرته ويشوف مستواها. بس يا سبيكة وانتو يلا يلا روحوا روحوا الحديقة برا، قموا. مستواها يا سبكة يشرف أخوك ويشرفكم كلكم بعد، ورجال لا تطولين لسانك، فهمتي؟ سعاد امي حبيبتي، انت نازله بتطلعين، روحي يما روحي دربك خضر، روحي روحي. مسيه روحك نفسيه وحالتك حاله ومستوى هاي هاي، وانت واقفه تردحين لي، اللهم يا كافي. حبيبتي انا طالعه علشان يفضلش المكان تردحين فيه بروحك، وبعدين انا وقتي ثمين ماني فاضي حق هالهلاقه قطيعه. الله اكبر عليك. انا هلاقه؟ تعال هلا تعال يعلك الضربه ما اقدر اكبرك، انثبري 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 يعلك الضربه كسرتي عنقي والله تعبت يما. قلبي بيوقف قلبي بيوقف قلبي بيوقف من القهر.
أمينة أنا تهزأت وبيتك وانتي ساكتة. هين هين إن ما علمت وليد قلعتك وجزاك وأقل من جزاك. أنتي ما تحترمين نفسك، هذه ما ترضى أحد يدوس لها على طرف. حن بعلم وليد عبالك بسكيت. هي اللقافة ما توزين منها. يركبي والله قامت تصور علي يركبي. واي سعاد انت كل يوم تسالفة بيت الحمولة؟ اقول لك عافسين بيتي عفاس، تبيني اسكت لهم؟ والله انت متى بتطلعين تسكنين بيت بروحك يعني؟ والله تو الناس رايضين والسبة انا، يعني تدرون انا كل يوم اشوف تصميم جديد وديزاين جديد واغير بمخطط البيت، ما ادري متى برسى على قرار. عيل باركولي بيتنا خلص وخليت مصممة الديكور تأثيثه كله كله عشان افتك. على البركة، صدقين فرحت لك من كل قلبي، تستاهلين. عيل لازم تزوروني بالبيت عشان البيت يتبارك. إيه أكيد حبيبتي إن شاء الله، ولك مني هدية البيت بعد، تستاهلين. يمكن الناس يشوفونك طيب فرحان عشانهم وتبي لهم الخير، لكن الصدق إنك إنسان حاسد وحاقد. دش دش مدام، أنا وجهي تعبانة. ولا متى بتمين تعبانة؟ هذا أنا مخليتش نامين وترتاحين وقاعد أسوي شغل البيت كله. راسي عورني بطن عورني ما أقدر أشتغل. يلا عاد يلا يلا عن العيارة، قومي عاد وخلصي شغل البيت كله ولا ترى هالشهر ماكو معاش. يلا. الله أكبر. ويمكن تحسب إنك إنسان تقي وقلبك كله إيمان، لكن الصدق إنك إنسان ظالم وقاسي، ما تحس بغيرك ولا ترحم. سامحيني حبيبتي عصبت عليك اليوم. وانا مو زعلانه منك، ازعل من الناس كلها الا انت. يا روحي انت، عاد انا جايبك اليوم عشان نتعشى واعوضك على اللي صار. وانا نسيت كل شيء خلاص، وبعدين شو هالمطعم اللي ساعه يلا وصلنا له. قلت نجرب شيء جديد. بعد ايش صارت بجوال المطعم؟ شعرية مثلي صح؟ أصلاً أنت غير عن أخوانك كلهم، رومانسي، شاعري، يعني منو يقول أن سامي أخوك؟ سامي هو كذي، طبع شديد. لا ومنظم ودقيق وما يرضى بالغلط. والله الداد حق بدرية مسكينة. هي أدري فيه، هو كذي سيدة. زين شوف المنيو يمكن عجبك شيء، إن شاء الله بيعجبك. ويمكن يشوفونك الناس شديد ماشي سيده وما ترضى بالغلط. ايش فيك؟ لكن الصدق شيء ثاني، في النهايه كلنا مثل القمر، لنا جانب مظلم. خلينا نمشي. ليش؟ ما بي سامي يشوفني، ما بي حرجه. فهد هو الغلطان مو احنا، عشان نترك له المكان وانت سحب كذي. سي عشان خاطري خلينا نمشي. إن شاء الله. Thank you.
قلبي سامحيني ما راح اقدر اعيشك اليوم. احس ان نفسي مسدوده. حتى انا انسدت نفسي بصراحه. مسكينه البدريه. يا ربي وايد احبها، احسها اختي. بدريه لازم ما تدري عن ولا شيء ها؟ شلون يعني؟ خليها على عماها كذي ما تدري عن سوالف ريلها؟ انا اكلم سامي واتفاهم وياه. بس انا بدريه تدري لا. هالشيء فيه خراب بيوت. ان شاء الله. اللي تامر فيه. بس تهجى اذا انت كلمت سامي راح يسمع كلامك ويطيعك يترك سوالف الحريم. حياتي خلاص عاد ترى مهما كان هذا اخوي العود. ان شاء الله انا اسفه مو قصدي. ولا يهمك قلبي انت. الو هلا حبيبي عشاك جاهز؟ ما قلت لي بتعشى برا. آسفة. إن شاء الله. عليك بالعافية. مع السلامة. يا معود كل ما اكلمه يقول لي ان شاء الله وخير ويسحب علي. انا اقول ما له داعي تكلمه، وايد ناس يقولون بس حكي. يبا اقدم على الديوان احسن لك. اي ديوان انت من صدقك يعني السالفه طويله كذي. ها فهد فهد تكفى حاكي يمكن يسح منك. فهد هو هو قاعد احاكيك. منو؟ شنو منو؟ نام منطقتنا صار لنا ساعه نتكلم عنه، ابيك تحاكيه يمكن يسح منك. خير خير ان شاء الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. بلش الشوط الثاني؟ باقي 10 دقائق على نهاية المباراة. وينك؟ الحاجة ما تطوف الدوري الإسباني. ماكو. كنت مشغول شوي. إن شاء الله هالشغل ما ياخذك عن بيتك وأهلك وعيالك وأم عيالك، لأن صدقني ماكو أي شيء أهم منهم بالدنيا. أنا عارف إيش قاعد أسوي، ومو محتاج نصيحة من أحد. عاش فيكم مهدو الصاير فهد قوم أبيك برا شوي قوم اشتغل يلا خرعتنا انت ما قول يعني معقولة توصل فيك المواصيل لهالدرجة؟ أنت أخونا العود قدوتنا آخرتها لا. إيه إيه إيه. تم كلامك إيش قاعد تقول أنت؟ هذا اللي شفته وياي خطيبتي وبتزوجها. زوجتك؟ وبدرية؟ شنو بدرية؟ إيش فيها؟ إيش فيها بدرية؟ بطلقها بخليها مو شغلك. لا عف عليك وعيالك ما فكرت بعيالك عف عليك بس. عيالك برو يقدرون يعتمدون على نفسهم خلاص. أبو ماجد عيب عيب عليك تسوي كذي هذه بدرية. إيه إيه إيه. شو اللي عيب ما عيب؟ أنت جاي تعلم العيب بعد؟ أعلمك العيب إذا أنت كنت تمد يدك علينا ولا تحشم أحد عبالك أحد من عيالك أنا اسمعني ما جان لا تمد يدك لا تمد يدك بس يلا احترم نفسك وما جيت عندك بس احترم نفسك بس احترم نفسك ايش فيكم؟ علموا أخوكم العود اللي ما قام يحشم أحد وقام يمد يده عبالي أهال عنده أفا يا أبو ماجد أنت عمرك ما سويتها ترى كل شيء ينحل بالتفاهم صاير ايش فيكم؟ ما صاير شيء أنت اسمع إذا زوجتك طلع منها حشوة مني ولا مني ما راح يصير لك طيب فهد ايش فيكم؟ ماكو شيء. امد ايدي عليك وتقول لي ما في شيء؟ رجاء اي احد عنده سؤال يروح يسال اخوه العود. ها شوي بعد اذنك. لا حول ولا قوة الا بالله. دزني وقول لي بعد اذنك. سالفتي ما وراها حريم ما بطال مباريات. تعال تعال مش خندش الديوانية. سامي حسن بشر ايش فيكم انت وفهد؟ اول مرة اشوفكم تناجرون. وانت ايش دراج؟ ماكو كنت قاعد اكوي طلعت من الدريشة شفتكم. وانت حديت شغل البيت وجابت الدريشة مو؟ مرة ثانية سألتيني على الموضوع ما تقولي لنفسك. اسف حقك علي بس كنت خايفة عليك. لا لا تخافين علي، ماني ياهل عشان تخافين علي، خافي على بيتك وعيالك.
فهد. هذه بدرية دازة مسج تسأل عن هوشتك مع ريلها. حياتي مثل ما وصيتك، لا تبي لها طاري عن أي شيء، تكفين ما نبي مشاكل. هذا وأنت محاكي شوف إيش سوى. أنا سويت اللي علي ونصحته وعده وكيفه. يعني شلون فهد؟ بتخليه ياخذ على بدرية واحدة ثانية؟ حب إيش فيك؟ يعني ما تعرفين سامي وطباعه؟ إذا بيسوي الشيء بيسويه، لا راح يرد عليك ولا راح يرد علي ولا راح يرد على أي أحد، عنيد وراسه يابس. فهد حبيبي بقول لك شيء وايد مهم. ترى ساعات الإنسان يسوي أشياء تأثيرها ما تكون عليه هو وبس عشان نقول له كيفك سوي اللي تبيه، تأثيرها يكون على العائلة كاملة. أوه حبيبتي خلاص عاد. فكنا من الموضوع، قاعد يعور راسي، انا مالي شغل بمشاكل اخوي. ها هذا مسج ثاني وصل اكيد من بدريه، ايش تبيني اقول لها الحين؟ قولي لها ما ادري، قولي لها كلمت فهد وسالته مو راضي يرد علي. زين ان شاء الله. خلص من هالتليفونات. الو نعم خير ايش تبي؟ يعني يرضيك اروح الدوام دجلاشتي وسخه؟ حست البيت كله قلبته فوق تحت، ما في ولد دجلاشه نظيفه. والله خدامتك صار لها اسبوع مريضه، ايش تبيني انا اسوي لك بالله؟ ساعديها غسلي انت دجاديشي، تعالي شوفي بيت شلون وسخ، بيمشي من الوسخ. والله يا حبيبي حضرتي مرتك معني خدامتك، تبي واحدة تنظف وتغسل وتكوي دشداشتك؟ روح مكتب الخدم يا عيوني، أنا ماني خدامة عند أبوك أدق علي من صباح الله خير تقعد صارخ. ما شاء الله هذا ردك؟ كذي الواحدة تكلم زوجها؟ والله يا عيوني هذا أسلوبي وهذه طريقتي بالكلام، مو عاجبك كيفك إيش جابرك التحمل؟ سبيتشي؟ نعم. أنت طالق؟ شنو؟ أنا شايف أن علاج الدكتورة هناء جداً ممتاز، يعني حتى لو تبين تعالجين عندي ما رح يختلف أي شيء في الموضوع. إيه بس دكتورة ظاهر العلاج مو قاعد يفيد معاي، مثل ما تشايف أنا للحين ما حملت. درجة الاستجابة للعلاج تختلف من مريضة للثانية، في حالات تستجيب من أول شهر يصير حمل وفي حالات يتطول بالعلاج. يعني إيش كثر دكتور؟ ممكن أشهر ممكن سنين، ما في دكتور يقدر يحدد لك الوقت بالضبط، الأمر بيد الله. ونعم بالله. أنا برأيي تستمرين على نفس العلاج، يكون بعلمك أن الدكتورة هناء من أفضل دكاترة أمراض النساء والعقم في الكويت، كوني متأكدة من هذا الشيء. حالتنا حالة آخرتها يقولون نفس الكلام، استمروا مع نفس الدكتور وعلى نفس العلاج. بهد دكتورة وايد زينة كل يوم. سارة سارة خلاص أبوس إيدك حبيبتي، ما بسمع سيرة الدكاترة خلاص، مليت ملينا وإحنا نروح للدكتور الثاني وآخرتها كلهم نفس الحكي ونفس الكلام، ما في شيء تغير. يعني لو في علاج أحسن من كذي بيخشون علينا؟ بعدين فهد أنا خبرتك إنسان إيجابي، إيش فيك؟ لأني مليت وأنا أكون الشخص الإيجابي والمتفائل وآخرتها كل اللي أبي ما يصير. لا حجبت خلاص. إنزين تدري أنا قارية بالجرايد إن الإنسان الإيجابي يعيش 10 سنوات أكثر من الإنسان العادي، وبعدين نسبة الدخل عنده تزيد أكثر. خلاص خليك من حكي الجرايد، لا ودي ولا يجيب، حكي فاضي كله حكي فاضي. أيوة يا عم.
تغير، تسلم على الموظفين، كله ده عشان قالت لك بحبك بس. ايش رايك انت؟ انا ناطرها تقول لي احبك من زمان. مبروك يا جراح، تستاهل كل الخير. حبيبي. شوف شغلك يا حسنين، شوف شغلك. الو، هلا سبيكه. ايش فيك؟ لحظه دقيقه. الحق علي يا اخوي، الحق علي. تخيل عقب هالسنين وهالعمر يبيعني كذي. فيك عسى ما شر، العيال فيهم شيء، انت فيك شيء؟ احمد طلقني. تخيل على سالفه تافهه سخيفه ما تسوى. يعني معقوله اكو ريال عاقل يطلق مرته عشان ما لقى دشداشه لظيفه يلبسها؟ والله ودي اصدق انه بس هذه السالفه. اكيد انت راده عليه وغلطانه عليه اللي خليتيه يعصب ويطلقك. وش قلت انا؟ حشا ما قلت شيء، انا دافعت عن نفسي. يعني مو معقوله تبي غلط علي واقعد انا ساكته صمم بكمون. زين ايش تبيني اسوي لك الحين؟ اروح اصنطه طقه شو اسوي؟ يا ريت يا ريت يا اخوي تطلع حرتي فيه. سبيكه سمعي، انا الحين برد البيت بكلم امي بخليها هي تكلمه، هو وايد يحبها ويحترم كلمتها. وي عاد امي مسكينه اخاف تحتار، يرتفع ضغطها، تطيح من طولها، يصير فيها شيء. زين كان فكرتي بامي قبل لا تتهاوشين مع ريلك؟ واللي سلم عمرك الحين مو وقت تحاسبني. جراح تصرف. خلاص انا راح اتصرف. يلا باي. واي والله محتاره ما ادري ايش اسوي. قلت يعني انت يمع اليوم ابي اشكي لكم، احس اني بنفجر، ابي حل. والله من زمان عاد ما تيمعنا، كل ما نبي نتيمع خايفين من هالسبيكه تخرب علينا ولا شيء. حرام ترى سبيكه تي عشان تزور عمتي يعني. لا حبيبتي وانت الصادقه تزور عشان تلقط اخبار. المهم ما علينا من هالموضوع. اختي المستشاره بدريه، ممكن تشوفي لي حل حق مشكلتي؟ ويا بختي مستشاره بدريه هي حلو الاسم. والله بدرية من كثر ما كلامك كذي كله نصايح وحكم أحس لا قيمة. ترى صدق تنفعيني تكوني مستشارة العلاقات الزوجية. لا يد. اي والله كل ما صارت مشكلة عند واحدة فينا نيلك وانت اللي تحلينها. بسألك الحين مضايقة من قاعدة ناصر بالبيت؟ اي بين منه. تدرون شو المشكلة انه مناشرني على كل صغيرة وكبيرة. من الفضاوة حبيبتي. صح. تخيلي ليش هالمكان مغبر؟ ليش التوست حاطينه برا يخترب؟ حطوه بالثلاجة. الخدامة ما تعرف تنظف عدل. اليهال ما يصير يلعبون بالآيباد أكثر من ساعة. ولست طويلة لو أقعد أشرح لكم وأتكلم من الحلي باكر ما راح أخلص. سمعيني، الحل الوحيد لمشكلتك إن ناصر يرد الدوام، ولا ترى بتزيد المشاكل؟ لا بشرج زادت وخلصت. بالذمة ما تسمعون صوتي كل يوم وأنا ألعلق؟ تعودنا حبيبتي. أصلاً إذا ما سمعتك تلعلعين أحس في شيء غلط، شيء ما فيها شيء مو طبيعي. بس ما لك شغل، راح أكلم سامي وأخليه يدور له شغل ولا يكلم أحد عشان يدور له واسطة يرد الشغل. إي والله بدرية تكفين شال زين، كلمي ريلتش. شاكرة. وأنتِ مدام سارة، شنو مشكلتك هالأسبوع؟ حبايبي، أنا مشكلتي واحدة ما تغير وتعرفونها أظن. صدق تعالي، ما رحتوا حق الاستشاري اللي قلتي عنه؟ رحنا حبيبتي رحنا. وقال لي تمي على نفس العلاج، بس كان لازم اروح علشان اسكت اللي عندي. طبعا ما اقتنع بكلام الدكتور. والله شو اقول لك يا بدريه؟ بعد ما هو الاولاني وايد متغير عن قبل. تنرفز بسرعه ويعصب ما ادري ايش فيه. سارة ترى صدق يعني انت لو تحمين طخ يسكت. لا والله موضوع بيدي وانا ساكته. شنو تحمل هو بكيفها؟ مالك شغل. اخذي ادويتك وسوي اللي قال لك عليه الدكتور وكل شيء بيد الله ان شاء الله. ونعم بالله. الا تعالي بقول لك، كل مره ني احنا نشتكي عمرك ما اشتكيتي ولا بطلتي حلجك. اي ترى صح. انا لما اسمع مشاكلكم وحلها استانس، لان اذا بقول مشاكلي بنقث وقث عمري، فخل احل مشاكلكم واستانس احسن لي. متاكده ما بتتكلمين؟ صدقون عادي، احس اني قنبله موقوته. بيلي يوم ما انفجر. هذا اللي
قلت انا خايفه منه وصار اختك هذه مينونه ما هي عاقل مليت وانا افهم فيها وعقلها وماكو فايده فيها يا ربي بتيني يما حبيبتي اهدي الحين يرتفع ضغطك وتتعبين علينا ايش ما يرتفع ضغطي تبوني اسمع ان بنتي تطلقت وانا ما يرتفع ضغطي شنو انا يما انا ما قلت لك السالفه الا ان انا ادري ريل سبيكه يعزك وكلمه منك الطيب خاطره وتخلي سبيكه ترجع بيتهم انا لو ادري كذي ما تحكيت ايش منك تحكيت ودني بنت اختك سبيكه الحين اي الحين هذه اختك اصلا ما تنهد بروحها انا ادري فيها ثوله هذه ثوله مينونه 10 دقائق ابدل ريحه المخازن للحين فيني يلا يما زتك حبيبي انت يا حبيبي يا ربي هالسبيكه انا ما ادري ايش بتسوي فيني بتينني قوة خالتي هلا امي خالتي ابي اكلمك بموضوع مهم الحين اي خالتي الحين شفيك تعبانه خالتي اسمك لا ما فيني شيء اقول ايش عندكم بصراحه يعني الموضوع هو ما يخصني انا يخص سامي ايش فيه هو ذاك اليوم كنا انا وفهد رايحين مطعم و وشنو تحكي وليش تجننوني انت صبت عظامي قولي ايش فيه ان شاء الله بقول لك بصراحة خالتي يعني سامي ناوي يتزوج على بدرية وي الله يكبر عند ربي لا سامي لا. خالتي ولي عافيتش خليني أقول لك الموضوع أنا ما بغيت أقول لك بس لازم أقول لك لأن أنت لازم تكلمين سامي فهد ما كان يبيني أقول لك الموضوع أنت الوحيدة اللي بتقدرين تحلين كلمي ولي عافيتش وهو ما يعصي لك أمر خالتي هاي راسي خالتي ردي علي خالتي شفيك خالتي ردي علي جراح الحق علي جراح خالتي طاحت بس انتي بس هتشوفين امي نايمه بسم الله عليك يا الغالي سلامتك ما تشوفين شكرا ما فيني العافيه سبيجه هلا يما ردي بيتك حبيبتي ورايلي كان اتفاهم معاه يمه مو وقت الحين الله يهداك خلي سبيكه ومشاكلها انا غلطان كنت متوهق ما ادري ايش اسوي وقلت حق امي السالفه مو وقت هالحكي يمه انت لا تفكرين الحين الزم علينا راحتك طلعوا كلكم ابي احكي سامي يمه مو وقته بعدين تفهمي سامي على راحتك الحين مو زين ليش الانفعال وهالامور هذه انا قلت لكم طلعوا كلكم ابي سامي حاجي خلاص يا جماعه طلعوا خلوني الوالده يلا ايش ناطره يلا هلا يما امريني بدرية ما تاخذ على راسها مره طول ما راسي يشم الهواء اذا هذا الفراش اللي انا نايمه عليه تعتبرونه فراش الموت وموت وماني راضي عنك يما شال هالحكي الله يهداك لا تقول هالحكي الله طولنا بعمرك ان شاء الله انت بجري يا سامي تعزوتي سنق بالدنيا وهذه بدرية بنت اخوي حسبت بنتي انا اللي مربيتها يا سامي هذه امانة خالك شذي تخون الامانة اما صدقيني ما راح يصير شيء من اللي ببالك راح ألغي الموضوع بكرة بس لا تنفعلين أنت سامي أنا ماني قالت قص علي بكم كلمة وتسكتني بدرية ما بيها تسمع ولا تدري عن أي شيء من اللي صار إن شاء الله يما
تامرين فيه راح يصير. بعد عمري عمتي ما تشوفين شر، ان شاء الله فيني ولا فيه شر. بسم الله عليك الرحمن الرحيم يما، الله يخلي جايين ما حق بيتك حق عيالك وحق رايلك ان شاء الله يا يما. شلونك حسن؟ بالج على رأيك ابنتي إن شاء الله أمشي راحتك وأمشي إن تكوني بخير حتى بعيونك إن شاء الله. سعاد لازم تين المستشفى الحين، الكل موجود إلا أنتي. إيش أسوي بالله دكتورة؟ أنا بعالجها ولا خاف تسترغزها إبرة؟ يا بنت الحلال إيش هالحكي هذا؟ أمي صحت توها وحريم اخواني دار مدارها، الا انت انقص ويهي. اي خير ان شاء الله، باكر امرها ان شاء الله. سعاد انا قلت لك تين الحين تكفين. واي وليد شي طلعني بهالليل، خلاص لا تحن، قلت لك باكر يعني باكر. يلا باي ماني فاضيه. فهمتك كذا مرة انك ما تروحين تتكلمين بالموضوع، لكن عانتين وهم سويتيها، تبين تذبحين امي انتي. فهد والله العظيم مو قصدي، انا وايد احس خالتي وانت تدري بهالشيء، بس والله خفت على بدريه، خفت سامي صدق يسويها، قلت خالتي تتصرف، ما هقيت انها بتحتر لهالدرجه وتطيح من طولها. يعني ما تدري ان عندها ضغط وسكر؟ جراح يروح يقول لها ان سبيتشا طلقت وانت تجي تكملينها؟ والله ما ادري عن سالفه سبيتشا وجراح. فهد أنا آسفة، تكفى سامحني مو قصدي. سارة إن صار بأمي شيء والله العظيم إن شاء الله ما عليها شر، الدكتور طمنا قال ضغطه بينزل إن شاء الله ما عليها شر. عمري ما ضايقت منك كثر اليوم، جد جد نرفزتيني عاد. لو زوجتك مسكرة حاجها مو قايلة حق أمي شيء عشان ما صار هذا حال أمي. عجبك؟ عجبك؟ سعاد ايش دعوة الخبة هذه كلها؟ وين رايحين احنا؟ بنروح استقبال ولا بنروح عرس؟ ترى كلها مستشفى. أدري إنه مستشفى، حريم إخوانك مو هناك، رفيجات خالتي مو هناك، ما في زوار يعني؟ تبيني أروح مبهذلة ولا شنو؟ يبا كيفك على هواك، بس المهم لا نتأخر. إن شاء الله إن شاء الله ما نتأخر. يلا يبا بسرعة. إن شاء الله. يلا أنا جاهزة. لا من صدقك بحتخاف قصر شيء ما لبستي. أقول عن الطنازة. يلا استغفر الله. ألق شارك من جمعة. أنا نهاج، نهاج، أنا أقول الله، أنا اسمي نهاج. أخو كامل عربي الصديق من المغرب. أحمد، أنت رايح معي المستشفى؟ لا، بعدين أنا أدق على حجية وأتحمد لها بالسلامة. أنت من صدقك؟ أنت ما شفت أمي صار فيها من اللي سويتها؟ أمي طاحت ما تحملت مسكينة. يعني أنا دششت أمك المستشفى؟ إي أمي وعلي ما تحملت يا بعد عمري، قلبها ما تحمل ارتفاع ضغطها طاحت من طولها من اللي سويته. شوف عاد سبتشو لا تحاولين وتطلعين أنا الغلطان. واي يا قوات عينك، أنت من صدقك مو راضي تعترف إني غلطان؟ الحين أنا أم عيالك رفيجة دربك، اطلقني عقب هالعشرة. لأن العشرة معاك صارت صعبة
سبتشو يا تعدلين وتعدلين اسلوبك معاي وتصيرين خوش مره ولا شوفي ما راح اردك لو يصير اللي يصير. انزين خلاص انا مستعده اوعدك ان انا بحاول اني انا اتغير واتسنع وما تسمع مني الا كل كلام طيب. بنشوف. زين يلا عاد قوم معي المستشفى. لا قلت لك انا بعدين ادق عليها بالسلامه. انا ابي امي تشوفك بعيونها ويطمن قلبها ويرتاح. وبلا شافونا الشناين داشين مع بعض يسدون بوزهم وينشعمون بدل ما يتشمتون فيني. حنة أنا سويت الشاي والقهوة والحلو عشان تأخذهم معك. مشكورة. وبدرس اليهال بعدين هروح المستشفى. شفيك؟ أقدر أعرف ليش هاجرني؟ ضايقتك بشيء؟ زعلتك بشيء؟ لأنك صار لك فترة طويلة هاجرني بعرف شنو سويت. حين أمي بالمستشفى وتعبانة وأنت قاعد تسألها الأسئلة التافهة؟ أنا أسف عشان أخرتك بس هذا مو شيء تافه. أنا صار لي مدة طويلة كنت بكلمك بالموضوع بس ما قدرت لأن كرامتي وحيائي ما اسمحوا لي إني أبطل معاك هالموضوع قبل. بس لازم أسألك أنا سويت. ما أحبك ولا عمري حبيتك. أنت انفرضت علي فرضا فجأة صرتي زوجتي وأم عيالي ويا الوقت اللي اختار فيه شريكة حياتي. فهمت الحين؟ بعد العشرة والعمر حطيتك على راسي وكبرت اليهال وربيت. ليش ما قلت من زمان؟ ليش الحين تحجيت؟ عاجبك الوضع اهلا وسهلا. مو عاجبك انا ما جبرتك على شيء. وياني وياك امي تدري بالكلام اللي دار بيننا. فهمتي؟ الله يحييك يا عمري. الله يحييك. بعد قلبي يما شكرا. العفو. ان شاء الله تضيفونا فرح مو بحزن. بعد عمري امين يا رب. اجر وعافيه خالتي ما تشوفين شر ان شاء الله. الله يعافيك يا بعد روحي. والله انا من زمان ودي اياكم اشرب عندكم شاي الضحى بس لهيت سبحان الله. ما عليه الجايات ان شاء الله اكثر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. هلا خالتي شلونك اخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك. الحمد لله. هلا 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 بالحب كله هلا. حبيبتي شلونك اخبارك؟ الحمد لله. ان شاء الله احسن. الحمد لله الدكتور قال باكر بيرخصني. يا خوش بشاره. بعد عمري والله. ها خالتي شلونكم شو اخباركم؟ والله الحمد لله انت شلونك؟ الحمد لله بخير. خالتي مو ناقصكم شيء؟ مو محتاجين شيء؟ والله يا يما ما تقصر بصراحه يا مسامي ان جراح مو مقصر معانا بشيء. كل يوم يمر علينا ويجيب طلباتنا انا والحجي. اي عاد جراح طول عمره راعي واجب. اعتبريه ولدك وما يردك الا لسانك. اي شيء تبين منه كلميه وهو يعين ويعاون.
الا صدق دانا ايش كثر باقي لك على التخرج؟ تو الناس الحين باقي لي سنتين. عاد تبين الصدق؟ يا بخت اللي بياخذك جمال وادب وسنع. حبيبتي مشكوره. جراح؟ هلا يمه. كنك يا يمه تاخرت على الجمعيه ما وراك دوام. يمه الله يهداك، اي جمعيه؟ انت اهم من مليون جمعيه. خالتي خلي حلت له القعده. خالتي اصب لك شاي؟ مشكور ما تقصر. استكان علشان. يلا بعد. أدري إيش فيك الله يهداك. ليش رديتي ركبتي السيارة مرة ثانية؟ أدري إيش فيك قاعدة حاجيك أنا. بسم الله عليك الرحمن. أدري إيش فيك قاعدة تبكين حبيبتي. أنت في شيء خاشت عني؟ إيش رأيك ورأيلي تهاوشوا؟ وش اللي خلى عمتي تطيح من طولها بالمستشفى؟ بدرية أنا عمري ما خشيت عنك شيء ولا عمري كذبت عليك بشيء، بس أنا أول مرة بحياتي بقول لك أنا آسفة. أنا ما أقدر أقول لك شيء. إيه ليش؟ يعني ترضين بيتي يخترب بدرية؟ ترضين تهاوش مع فهد؟ وأنا بيت اخترب ولا حد راضي يفهمني شيء ولا حد راضي يساعدني. يا حبيبتي انت لا تطلبين من أحد يساعدك غير رب العالمين. ما حد راح يقدر يساعدك غيره. يا ربي شو أسوي؟ ربي حبيبي هو اللي يدري شنو اللي فيني وشنو الهم اللي فيني. يا ربي خلنا ننزل. انت من صدقك بتنزلين بهالحاله؟ قولي لي شو اسوي؟ انا ترى من زمان واقفه هني ماني قادره انزل. ريلي مو شايلتني. ما عليك شر ان شاء الله وبتصيرين احسن. ادري انت كله تقولين ان الابتلاء يزيدنا كرم من الله، عدل ولا لا؟ اي صح. شكلي تدرين بالبلوى اللي انا طايحه فيها. وبعد قلبي أمي ألف الحمد لله على سلامتك حبيبتي أنتي. ترى أنا أبو عبد الله ما فينا إلا العافية، مثل السمن على العسل مثل ما تشوفين، وياايب نفسه يطمن عليك. ما قصرت يا أبو عبد الله. حق واجب عمتي. لا وزيدك من الشعر بيت، قال عقب ما نطلع من هني بياخذني سوق الذهب. اي يبي راضيني، يبي تاكد اني راضيه. ما شاء الله عليك يا ابو عبد الله، ولد اياويد وتعرف الاصول. بعدين يا يما اصلا انتم ما بينكم زعل؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ما تشوفين شر خالتي؟ بعد روحي. شلونك اليوم؟ الحمد لله. قلت لي شلونك زينة؟ الحمد لله.
انت وين رايح؟ هذا مو طريق سوق الذهب. ومن قالك بوديك سوق الذهب؟ هو ما تسمعني من ساعه اقول حق امي؟ يا سلام، انت تكذبين الكذبه وتصدقينها؟ ايش دعوه يا حافظ؟ يعني ما استاهل؟ ما تراضيني؟ لا ما تستاهلين، انت وي مراضات، انت وي تدقر تتشعم، مالت عليك. غير العازه. شنو ايش قلتي؟ اقول الله يعطيك العافيه، الله لا يحرمني منك. تشوف دربك. شوف يا جراح، الوقت شيء غريب، ودك تمسكه بيدك، مرات تحس انه وياك ومرات تحس انه ضدك. وانت ما قدرت تخليه وياك؟ انا للاسف انا كان جيبي فاضي وقلت بشتغل بجمع فليسات، وفعلا اشتغلت وجمعت المقسوم، لكن بعد شنو؟ بعد ما انترس الراس شيب وطاحت الفاس بالراس مثل ما يقولون، لا تزوجنا ولا يبنى عيال. يعني خلاص مالك نية تزوج؟ يا جراح راحت علينا، البركة فيكم. عليكم السلام. حاج انك طواقي؟ ايه عندي، تفضل. يقولون ان الوقت المفقود شيء ثمين، ما تقدر تشتري حتى لو معاك فلوس. يلا قمت عشا حبيبي. مو مشتري. إذا زعلتك اليوم أنا أسفة. أنت زوجي وحبيبي وتاج راسي. إيش تبين توصلي له؟ إنك تكون مرتاح ببيتك. وصلتش التافه. هاجرني وما هاجرني والحكي الفاضي هذا. أنا غلطانة. ما راح أعيدها. أهم شيء تكون مرتاح. يلا قوم كل. أدري فيك من الغدا وما كل شيء. ويقولون إن الوقت عبارة عن لحظات، لحظة تنجبر فيها تعتذر على خطأ أنت ما ارتكبته، ولحظة صمت تتحسف فيها على وقتك اللي راح مع إنسان ما يستحقه. هلا شيو. وهاي تكفين عندي حكي، مو قادرة أنام. قولي ايش عندك؟ شفتي مرت حماج؟ سعدو؟ بنت الاكابر، لا تحكت مع احد، لا سولفت، لا التفتت على احد، كنا الغرفه ما فيها وادم بس هي. شفتي ماركاتي لابستهم من فوق لتحت؟ تقولين شايله كل اللي في الكبت ولابسته. حشا حشا، قاعد تشوفين كتالوج مو مره. والله ودي اسولف معاك شي يوم، بس ترى فهد هني داخل. اوفي فشله، انا عبالي بالديوانيه. كان بالديوانيه، تو داش يغسل. زين بسألك سالفتك انت ورايلك، ما ادري يعني احس وضعكم ما يطمن. لا تحاتين شي يوم، ما كل العافيه ان شاء الله، لا تشغلين بالك. زين تبين الصج؟ انا حاسه ان سامي وبدريه فيهم شي، يعني انا ادري ان سامي عصبي وما يتحاكى، بس شفتيه اليوم ما التفت على بدريه ولا قال لها كلمه ومنفس، ما ادري يعني احس في شي صاير بينهم. شي يوم ايش فيك الله يهداك؟ صايره كأنك محلله بتحللين كل شيء. كل العافيه ان شاء الله. والله علينا هالحكي. ما علينا من الكلام هذا كله. قولي لي ايش جايبه. وي صح نسيت، امي جايبت لي قلبه عشان اتذكرك. ادري فيك تحبينها، ذوقيها تينن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك؟ وي سارة. 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 مبروك يا عمري، مبروك. ايش فيكم؟ الف 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 مبروك. ايش فينا بعد؟ ساره حامل. من صدقك؟ ايه
لا اله الا الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. تعالي روح ادق على خالتي ابشرها عن اذنكم. تعالي تعالي يا ويه الخير، ما قصرتي. تعالي اخيرا، ما بغيتي شوي 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 ان شاء الله. ليني رايح ما تشيلي شيء، انا اسوي كل شيء. واحيانا الوقت ينصفنا وعقب طول انتظار يحقق لنا اغلى امنيه بحياتنا.